في حجة الوداع علم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله بعد نزول قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخذ النبي يودع الناس قائلا: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكان يخطب ثم يقطع ويقول: أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. فأخذ بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وبعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى جنازة على أحد الموتى، ثم شعر بصداع في رأسه وحمى تتملك جسده الشريف، فدخل على عائشة رضي الله عنها وكانت تتألم من رأسها قائلة: ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه. وروي عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ثم قال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه. خرج النبي بعد ذلك يوما عاصبا رأسه وخطب قائلا: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الحاضرون من قول أبي بكر رضي الله عنه وبكائه، إذ لم يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعي ذلك البكاء والقول من أبي بكر رضي الله عنه. ولكن الصديق رضي الله عنه قد فهم من هذا الكلام مفارقته صلى الله عليه وسلم الدنيا، وأن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى لذلك وقال ما قال. وفي يوم الاثنين الذي مات فيه كشف ستار حجرة عائشة، فوجد أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتهلل وجهه الكريم، فقد وجد النبي أمته صفا واحدا على إمام واحد. فأعاد الستار ورجع إلى حجرة عائشة، ودخلت عليه ابنته فاطمة فأسرها أنه سيموت في مرضه هذا، فبكت ثم قالت: وكرب أبتاه. فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك وأطال النظر، فوعت عائشة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك من أخيها وقضمته وطيبته وأعطته نبينا صلى الله عليه وسلم فاستاك. وكان يضع يده في رطوة فيها ماء ويمسح بها وجهه الطاهر الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم جاءه الملك يخيره، فصغت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
مع النبيين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والملك يخيره وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين. ووصف أنس بن مالك رضي الله عنه تلك اللحظات بقوله: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا.